الإمارات، وهذه العرضية الآن موجودة بالرأس، هدف أول يا جلال، تقدم العين، سجل العين، يبحث في أن يكون بطل الشتاء، وهو يلعب خارج دياره، الزعيم يتقدم الآن بأول الأهداف، هذا الزعيم انهدى وثار، من حقه لو يبهر الأنظار، العين يسجل والزعيم يتقدم، وهلا هلا يا العين، سجل الزعيم عن طريق إسماعيل أحمد، إسماعيل ما عجز عن المهاجمين، يصنع الآن المدافع إسماعيل، قبل شوي تحدثنا بأن العين صعب أن يسجل إلا من كرات ثابتة، وهذا اللي صار من كرة ثابتة ومن